الألماني دي ولا إيه؟ حلو ده ماي ولا الألماني؟ مش هناكل بقى ولا إيه؟ عادي يا معلم، أنت ناولني العيش ده والراحة يالا شوية. ايه يا عم كل عليكم مجازة السلام. تسعة أطفال بينهم رضيع وخمس سيدات وسبعة رجال لقوا حتفهم في ديار عمارة سكنية في غزة بقذيفة إسرائيلية ردا على طارة فلسطينية أثارت فزع سكان تل أبيب. قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الولايات المتحدة وكندا بفعل رياح عاتية وسيولا وامطار انتصار ساندي الذي يا ماما يا ماما من نيويورك اشلوا لنا بيت. خمسة وعشرون قتيلاً وأربعون جريحاً سقطوا ضحية انفجار عنيف هز وسط العاصمة العراقية بغداد خلال هذا اليوم. واد يا سليم، تيجي ناخد الشغلة الضيعة بتاعتنا ونطلع يوم نشوي لحم وكده، بقالنا كتير قوي ما جمعناش. أنا زهقت يا أخي، البيت للشغل ومش شغل للبيت. توفيت اليوم الفنانة الاستعراضية شمس إثر حادث أليم وهي في طريق عودتها من تصوير أحدث أعمالها الغنائية والتي كان من المقرر أن تغزو بها الأسواق خلال الشهر الجاري. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة. Exactly.